تنجح اخويا نظيف بحداكم. وجيت اخويا عندي ياسر، عندي قريب 58 سنه اول مره نسوق كارتاج. اي ان شاء الله اخويا تنجح. هما معروفين سمير اخويا وليدها، وحتى فوزي اخويا باهي. ربوخ وبرشا ربوخ وشبع ربوخ ان شاء الله بقدرة ربي. لازمنا ديما هكا يرجعنا المزود، لان يا اخويا نقصنا من الراب، جيبنا المزود خلينا نشطحوا يا صاحبي، خلينا نتفرهد نفتقوا مواهبنا، وان شاء الله سهره الناس الكل تفرهد فيها وراحوا شيخين الناس الكل ان شاء الله. لا نتوقع سهريه رائعه وذكريات مع الغنيات المزيانين نتاع قبل، وهك تشوف برك الله العباد الكل جات، يعني برشا جو ان شاء الله. هي فكره اخونا رياض بو دينار، موجه له التحيه. فهمتي، تمت الفكره هذه من حكايه قريب الشهر. فهمتي، قال لي سمير اش قولك في مش نعمل برنامج راه هكا وهكا. قلت له يا حبي هذا حتى مش نحن وخيانا وفوزي، حتى بقيت نهضر على فوزي، كل المطربين الشعبيين صحابي واخواتي واحبابي كل، ان شاء الله تكون لمه حلوه برشا. فهمتني، راك شفت انت على عينيك العباد كيفاش جات وكذا، وان شاء الله ايسونسيال نفرحوا العباد الكل، نفرحوا الناس الكل، هذا اللي بيه الفائده. ورونا الفن الشعبي راهو نتاعنا مانيش مستوردينه، وتعرف دليل على ذا الناس كلها شوفت برك الله ارشي كومبل الناس، وكانت ان شاء الله تكون فرحه بالكدا 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 ان شاء الله يا ربي. هذا ما نتمنى والله. اسمع، تقابلت انا فوزي في عديد سهريات وكذا، ما مش كما اليوم فهمتني، في مهرجان في مهرجان دولي، وحلم كل مطرب عربي بيجي يغني على المسرح هذا، فهمتني. كما قلت لك انا بالنسبه لمهرجان كارتاج مش غريب علي، كيف مش غريب على فوزي بن قمر، غنى فيه عديد وعديد المرات، كيف انا غنيت فيه عديد وعديد المرات، فهمت، غنيت فيه وحدي، فوزي غنى وحده وعب العباد، وهنا كيف كيف غنيت وجبت العباد وعبيت العباد، فهمت، والحمد لله. وان شاء الله اليوم تجمعنا فهمتني، نحن تجمعنا اخوه وصداقه كبيره برشا، وان شاء الله المطربين الشعبيين يتفاهموا الناس كلها نحن كنا اخوه. خليني نقول لك من الاخر بعد غياب طويل، خلينا نكسروا بودقه نتاع كل فنان وعلى روحه. يزمنا في الفن الشعبي او حتى الفنون الاخرى، الانماط الموسيقيه الاخرى، نكسروا كل حاجز هذاك نتاع انا ما غنيش مع فلان وفلان ما غنيش معايا. لا لا، احنا حابين نوريو الصوره اليوم، وهي قديمه الصوره مش بعيده راه، لكن ما وتش الفرصه باش نجتمع مع بعضنا ونغني مع بعضنا اليوم. اما احنا على علاقه منذ 30 سنه توا، ولو انه انا والاستاذ والفنان الكبير سمير يوسف مش الاول عمل لو جمعتنا بعضنا، لا خدمنا عام 97 98 في القبه، وكان عمل كبير كبير جدا. واليوم جمعتنا عمل اخر اضخم في مكان اضخم، حبينا اي في كارتاج، وحبينا نقول للتوانسه رانا موجودين نتاع فرحه نتاع متعه نتاع شيخه. اليوم احنا في البيرو قاعدين نخطوا، كل مره نختاروا اسم، لكن الاسامي اللي اخترناهم الكل سمعناهم ومعمول بهم. فقلت له خلينا نتريثوا شويه يا اخي، هكا في البيرو احنا قاعدين. قال لي اش قال؟ قلت له اه، قلت له هذيك بدها هذيك. قلت له ما غيرت في الشيء، قلت له غيرها بنت الحي ام سوسياري في كرتاج. اليوم الفرحه الكبيره اللي احنا نستنوا فيها اللي جاتنا اليوم ثلاثه اجيال، من 60 سنه وال 50 سنه لفوق، ومن 20 سنه ل 40 سنه 30 سنه، ومن 8 سنين 10 سنين 12، ثلاثه اجيال اليوم جايتنا باش تتفرج في تاريخ عمره 30 سنه، وسكسيات عمرهم 30 سنه، واغاني ناجحين عندهم 30 سنه من عام 90 الى حد اليوم.
حكينا وبعد عرض شفت العرض الحمد لله نجح 100%. والتوانسة كل شيخين كما قال خونا فوزي فهمتي زوز وثلاثة أجيال اللي جاوا فهمتي وذاك بيه الفايدة وشي يفرح. ديما جو الربخات وجو الجو الزمني ديما تشيخ بيه العباد فهمتني. وإن شاء الله مش المرة دي الأولى فهمتني ولا الأخرة فهمتني. إن شاء الله نكونوا العام الجاي كان حنا ربي بخير وعشت من دار الدنيا نكونوا في البرمجة متاع فهمتني مهرجان كارتاج. ما هوش البراينيين اللي جاوا هنا فهمتني جاوا هنا مش خير منا السوريين واللبنانيين ولا كذا فهمتني جاوا فهمتني كيما عباهم كيما عبينا نحن فهمتني. نجم فوزي بن قمر يعبي وحده بطبيعتي أنا نعبي وحدي كيف كيف وقت شفت الناس تتفاعل طول اللحظة هذه والحمد لله واحد يقول ما عنديش وصف بصراحه والله ما عندي وصف ما نجمش نوصف اليوم بصراحه ما نجمش نوصف اليوم من اللسان نجم يتكلم ولا القلم ينجم يكتب حاجه خياليه حاجه من العقل حاجه. انا متعود بالجمهور اما اليوم حاجه اخرى. اليوم بعد 20 سنه غياب مباشره كارتاج نلقى جو كم هذا اليوم بصراحه حاجه ما توصفش بصراحه. جدا ممتاز جاء كيكا سمباتيك يعني جاء مش محضر هو ما جاك على السور بلاس علاش خاطر برشا موده وبرشا حب وبرشا صدق وما ثماش تخديم مخ يعني فهمت. كنا سمباتيك على اللسان وقدمنا افضل معنا واحسن معنا وزاد اشكره جزيل الشكر تفاعلوا مع الجمهور واعطي الصحه كل. نعم العرض هذا انا عندي معلومات اللي هو باش يمشي لكارتاج الكاس العالم صحيحه هذه في البرنامج ان شاء الله تو برلوم ما ثماش حتى شيء اوفيسيال اما ان شاء الله باذن الله سامع عليهم ان شاء الله. انت ايش عندك جديد فاش قاعد تحضر لنا توا جديدك؟ تو عندي المكتب ساعه ندخل بدري المكتب وبعد المكتب ان شاء الله باش نحضر جديد اغاني اخرين جدد ان شاء الله. يعني كلها يعني كالعاده فيها شعبيه كلها لكن متطوره كالعاده محافظه على آلة المزود والحمد لله ان شاء الله يكون القادم يكون افضل ان شاء الله. سهريه تحفونا برشا وما شاء الله عليه حاسيلو وولد حومتي هو في ان واحد سهريه هبيله يعطيه الصحه والله عجبتني. كنا شخنا تمتعنا بالقدا بالقدا حلوه سهريه تعديت من سمير لوسيف الفوزي بن قمره سيتي تري بيان والله بنا سيتي تري بيان سيتي اوميزان نو سوم تري كونتانت في ان سي روعه تبارك الله شخنا ولا عملنا جو بالقدا خاصه مع سمير لوسيف سهريه مانيفيك روعه ما عملنا جو مع زوز مع سمير سي سمير ولوسيف وعملنا جو مع فوزي سي فوزي بن قمره تهبل والله